السلام عليكم، رجعناكم اليوم بدورة جديدة. طبعا عنوان دورتنا اللي هي لارافل. لارافل يا جماعة الخير هو شيء متقدم في تصميم المواقع، ستيب 2 تقدر تسميها ادفانس، الشيء اللي راجع لك. في البداية يمكن أنا قلت في الختام دورتي للبوتستراب اللي شافها أنه يمكن تواجه بعض الصعوبات، أنت لا تتخوف، جرب مرة مرتين ليه ما تجيد هذا الشيء. لارافل ترى يعني يخليك تسوي أشياء احترافية، يسهل لك الموضوع لأبسط شيء. عنوان دوراتنا اللي هو لارافل مع مشروع. زين، في نهاية الدورة إن شاء الله بإذن الله راح نسوي لكم مشروع على لارافل. في البداية شنو هو لارافل؟ لارافل هو ترى بي اتش بي فريم ورك. احنا خذينا البوتستراب اللي هو سي اس اس فريم ورك، احنا دورنا البي اتش بي فريم ورك. زين، شلون طريقة عمل اللارافل؟ طبعا هذا هو الموقع الرسمي للارافل. لارافل يا جماعة الخير هو يرمز له بالام في سي. شنو هو الام في سي؟ الام في سي اللي هو الموديل والفيو والكنترولر. طبعا احنا راح نتعامل مع ثلاثة اشياء. زين، انا راح اورويكم الفرق بين قبل اللي هو ام في بي، شلون احنا كنا قبل نستخدم بي اتش بي، شلون راح نستخدمه الحين. الام في بي يا جماعه الخير اللي هو كان برسنتر. زين، هو انت تسوي ابديت، انت تطرش حق المودل المقصود فيه الداتابيس. انت كونك مستخدم تبني داتابيس وتغير فيها من اليو اي. زين، ما عندك احد يسهلك العمليه، ما عندك احد يسهلك هاي المشكله. نفس الشيء اذا انت كان عندك يو اي فيو، الفيو المقصود فيه صفحات البي اتش بي الويب، صفحات الويب. نفس الشيء اذا كان عندك اكشن نفس ما تعلمنا في صفحه اللوجن، نسوي لك خاص شيء خاص باكشن. ممكن كلامي الحين مو بواضح زين، يعني ما بتكون فاهم، لان انا بالرسومات ما بقدر اوصل لك كل شيء، لازم تشوف الدوره من البدايه للنهايه بتفهم ان شاء الله. زين، الشيء اللي راح نستخدمه اللي هو الام في سي. يا جماعة الخير هذه الصورة هي تعبر عن اللارافل بشكل ما بشكل بشكل صحيح. في البداية عندنا شيء اسمه كنترولر. كنترولر هو اللي يسوي الكنترول حق جميع الويب سايت، لأن أربع أشياء رئيسية عندنا. في البداية الراوتينج مقصود فيه اللي هو شنو، اللي هو التوجيه، شلون توجه الصفحة، شلون تعطيها لينك معين اللي ينضغط عليها المستخدم يتم توجيه الصفحة. طبعا شلون يتم توجيه الصفحة بواسطة الكنترولر. الكنترولر هو اللي يقول حق الراوتينج ترى جايتني صفحة مثلا جوجل. الراوتينج يقول له هاي الراوت مالها. الراوت شنو؟ الكنترولر يعرض على الفيو تطلع صفحة جوجل. المود المقصود فيه داتابيس، انت شلون تقدر تتعامل ويا الداتابيس بعد هو المود. فأربعة أشياء أساسية عندنا: الراوتينج والكنترولر والمودل والفيو. الراوتينج قلت لك اللي هو راوت، يسوي راوت حق جميع صفحات الويب مثل جوجل. الكنترولر اللي هو يصير عنده الريكوست، اللي ترى اللي مثلا الفيو يقول له يا راوتينج طرشي، أنا مطرش لك، اللي هو الكنترولر تبيك تعرض الفيو الخاص بالبي اتش بي. فالكنترولر يعطي الفيو، أنت هذه الراوت مالك، هذه البيج مالتك، وعرض اللي هو الجوجل. الداتابيس هني صاير بروحها لان جوجل ما تحتاج فيه داتابيس. هنشوف بعد في صفحة في شيء ثاني يوضح. كلهم تقريبا نفس الشيء، نفس الفكرة اللي هي المودل والفيو طبعا انا اكتب هني لارافل MVC. مثل ما تشوف هذه الرسمة واضحة، شوف مكتوب سام بيج. الراوت هو اللي هاي مختص باللي يعطيك اللي هو اللينك، اللي هو www.google.com. الراوت اللي يتكفل فيه. زين، الراوت ما يقدر يعطي اي شيء، يعني ما يقدر يعرض الفيو، ما يقدر ياخذ الداتا من ياخذ ما يقدر ياخذ الداتا بيس من المودل. فالكنترول هو الموزع، يعني انت محتاج تعرض للفيو اللي هو سام بيج، اللي ترى ما راح ينعرض في الراوت، راح ينعرض داخل الفيو.
فالراوت يطرش اللينك حق الكنترول، الكنترول يعطي الفيو. هذا يعني كأنه وسيط. زين زين، انت محتاج من داتابيس مثلا بتنشئ، بتعدل، بتسوي اي شيء بواسطة المودل. المودل هو شنو؟ هو اللي يخلق الداتابيس ويعدل ويجيب لك الداتا من الداتابيس كلها. هو المودل طبعا. المودل لو بيعرض مثلا، لو بيعرض احساء، لو بعرض مثلا كل اليوزر اللي عندي انا في الداتابيس على سبيل المثال، لو ارجع انا ابطل لوكال هوست والبي اتش بي مالي انا وضغط على الراوت، لو عندي مثلا انشو سكول، لان لو سكول انا عندي يوزرز اللي هو مثلا هذه كود، لو عندي مثلا اللي يعرض البيانات اللي داخل الداتابيس شنو هو؟ هو شنو الكنترولر اللي ترشح حق الفيو، الفيو يعرضها. بس من وين يجيب الكنترولر؟ يجيبها من المودل. المودل هو اللي يطرش حق الكنترول. الكنترول كأنه موزع، يوزع الدي، يوزع البيانات حق شنو، يستلم ويوزع البيانات. الفيو اللي هو يكون شنو مثل ما نقول، هو اللي يله كل شيء من عند المودل ويله من عند الراوت. طبعا هذه في بداية الشرح يمكن شفت شيء معقد، بس بعدين بيسهل لك الأمور يعني أكثر من 50%. خلونا نوقف هنا، بنكمل في الدرس القادم. مع السلامة.